المكان هون هو تجمع صغير، تجمع لهي الخيام، أربع خيام أو عدة خيام، فيها أربع نساء شهداء، أربع عوائل عم يربوا حوالي 30 ولد يتيم في ظروف معيشية صعبة كتير. طبعا نموذج من عشرات أو مئات الحالات المنتشرة في مخيمات الشمال السوري. طيب خالي، يلا هاي الخيمة. إيه هاي الخيمة، ما فيها ضوء الخيمة، ما هيك؟ ما فيها ضوء ليك. هاي إحدى الخيام اللي عم يربوا فيها الأيتام، هون كانوا شايفين هاي الخيمة، هاي واحدة من الخيام. طيب هاي الخيمة، هاي حاسة وحاسة ولادي شايفينها. هاي طيب، هاي تفضل. هاي حالتي وحالت اولادي، حال حز اني وياهم والله، اني والولد هذا الصايمين نهار اثنين ونهار الخميس نصوم، العالم تحط على الصدر ثلاث اربع اشكال. واحنا كيف حاب تدفوا يا خالي؟ والله عشيا سنايلو، عشيا سنايلو جعلني الدفة، وروب على هدومنا محنا قدرانين نشتري، حزوة محنا قدرانين نشتري، وكل بندورة كيلو بعشر ليرات شي جاربها، خلها على الله. والله العظيم حارث يعني أصعب من هالعالم، معك مرحلة يعني أروح على جارتي أرملة مثلي، أرد أروح على جارتي الأخرى أرملة مثلي. أنا يجوز أموت، بس أتمنى للولاد هذول المستقبل، راح مستقبلهم عفس. بنت الشهيد هاي الله يساعدها. طبعا هاي وحدي من خيام النساء الشهداء اللي موجودين هون.